ليه ما احلى الشقة؟ يا الله شقدها حلوة وكبيرة، عيني الله محلاها، عيني الله شايف محلاها. من شقري بيقولوا الشام شامة، بس لهلا ما عطتني فرصة عمري، ما عم بفهم ليش. مع انه ما ندور، هذا غير الدولارات اللي وصلت لدياتنا وسلمناها للشرطة بكل أمانة، ما كان لازم هني لقوا لنا شغل، بالله عيب. بس لا تنسي يعطونا كتاب شكر، حطوا لنا أدبارة بيضاء. نعم. الاسم شفيق. نظيره. كشفتوا عصابه مخدرات مو هيك؟ هيك. وعصابه تزوير عامله كمان. كمان. شرفوا معي. مين انت؟ ام اس تحري خاص. شغل. شرفوا. اي الله. تصيروا مخابرات روحوا لعندهم، اصلا ما رح يقبلوا فيكن. هذا اللي عندي عجبتكن لما لا. بالله انا كيسي انا عجبتني. بس يعني هلا انتم كيف عرفتوا انه نحن كشفنا عصابه مخدرات وعصابه تزوير عمله؟ لكن ليش انا اسمي التحري الخاص ام اس؟ انا بعرف كل شيء، مشان هيك دورت عليكن واخترتكن انتم بالذات. منقول مبروك؟ مبروك إلكن علينا. في كم قطعة جاتو بالبراد، جيبيهن على شرف هالمناسبة. جاتو؟ أحياناً ممكن نوقع بمشاكل مع أشكال خطرة من المجرمين فمنلجأ للشرطة. ظريف. المشاكل؟ جاتو صحتين، مشان هيك الدقة كتير مطلوبة بشغلنا، ولا تنسوا دائماً إنه سمعة شغلنا ومكتبنا كتير مهمة، وخاصة إنه لساتنا بالبدايات. مش حلوين؟ كل جاتو. نعم، جاتو تبعي بيعملوا أقل حلاوة، ذوق. بيطلع محروق. محروق من فرن سميرة، مو منا. المهم، فات لراسكم؟ جاتو؟ شغلنا! مو لناخذ مهمة بالأول بعدين بنشوف؟ أعطيهم مهمتين. تفضل. اقراها واحفظها. معك دقيقة. حفظتوا المعلومات؟ ما لحقت اقراها. لازم تلحق وتتعود. عملنا مثل ما قلت لكم في سيكريت سريه، قدين طباعه. الورقه لحالها بس تمر 5 ثواني بعد قرايتها بتحترق ذاتيا، مشان المعلومات اللي فيها ما حدا يعرف فيها الا اللي قراها، مفهوم؟ هاي البيجر وهي مفاتيح السياره، خليها معكم. البنزين علينا ولا عليكم؟ يا
نظيرة. شايفة كيف الناس دائما تحتاجوا لجوزك وبتطاردوا وين ما كان بس مشان تمشي شغلة؟ أفكاري حبيبي أفكاري، أفكاري هي اللي ما تخلي الناس تحتاجك، قصدي تحتاجنا. أنا ما بنكر إنه عندك أفكار، بس أنت كمان لازم ما تنكري أبداً إنه أفكارك كانت دائماً توصلنا للشرطة. الشرطة؟ عيني أفكارك وين كانت تودينا، مو ودتنا غير على الفقر. مشي. حضرتك زوجة السيد تميم؟ نعم. شفيق مكتب MS. اهلا وسهلا، شرفوا. هذا جوزي تميم، من اسبوع طلع على الشغل، لا وصل على الشغل ولا رجع على البيت، لهيك ما خليت مشفى، مخفر، صديق قريب، حدا شافه، بس ما حدا شافه، لهيك اتصلت بمكتبكم. زين سؤال. أي ساعة بالضبط حصل الزواج؟ قصدي قديش صاركم متزوجين؟ سنة. تجوزتوا بعضكم عن معرفة وحب ولا تعرفتي على بعض الخطبة والجواز؟ شفيق روح تفرج على هذيك اللوحة. مو مشكلة. يا مدام لازم تجاوبي على السؤال. الحب شغلي ما بتخجل. أنا والمدام نظيرة MS تزوجنا بعضنا عن حب. طبعاً هي حبتني أول. فجاوبي. أنا حبيت تميم وهو حبني وتجوزنا عن حب. بالنسبة إلي هو اللي حبني كتير وقاتل مشاني، بس أنا ما كنت منتبهة لكل هالموضوع. هذا الكلام مو دقيق ورجاء لا تصدقيها. صحيح إنه هي صارت تبعت لي مراسيل لحتى أخطبها. ليك إذا بدك تحكي بتحكي الصحيح رجاء. أنا عم بحكي صحيح. لا مو هيك الصحيح. يا رجعي تذكري بتشوفي. يا جماعة مو حلو منكم أنتوا عم تدوروا على جوزي. شبو جوزك؟ ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. شفتي؟ هيك عطول بيعمل معي مشاكل من ولا شيء. وانت؟ انا جوزي بيحبني وبيعمل معي مشاكل. كم مره اختلفتوا على المصروف؟ ولا مره. وعلى المشاوير؟ ولا مره. ولا شيء اختلفتوا عليه؟ لا قد أبصير. ما قلت لك. لا ما قلت لك. هلا جايين تحققوا معي ولا بدكم تساعدوني للاقي جوزي؟ عفوا يا مدام، هذا التحقيق بيفيدنا وبتفرق معنا كتير، بما يكون زعلان من راسه او حدا مزعله. ممكن يكون هربان من شي عامله عامله، او ممكن يكون مخطوف وحدا طالب فدية. وانت معك مصاري مدام؟ بدنا نفتش البيت. قبل ما نفتش البيت، شو اخر حديث كان بينك وبينه؟ تتذكري كنا عم نحكي عن تياب، شو هو بحب وشو انا بحب. هلا صار فينا نشوف البيت. شرفوا. هلق هدول كلين 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 تيابك شحاري. تيابي انا وينه؟ تيابو ليكن. لقيتها نظيرة. هذا اكيد جوزها، بده يكون هربان منها. لا مو هربان منها. شو يعني حسبت على شوية تياب؟ شوي هدول كل هالكوام كوام وبتقلي لي شوي. ايه شوي، لكن شو مفكرين؟ ولا ياخذ علي انا المشحره ما عم بطلب منك شيء. ولا هالكنادي شحاري محلاهي، كل كندر احلى من الثانيه. هلا نحن بالكنادر ولا بشحاري محلاهن ولا بجوزها اللي مختفي؟ بكل شيء. نظيره افتحي المغلف رقم 2 وقري لي بسرعه. ابد تفتحوا؟ افتحي. ابد والد التميم دمار، تاني مفرق على اليمين بعد ما حطت البنزين.
شحارات قد احترقت. رمية رمية من شباك. لك شبتكم فيني شبتكم فيني، تركوني بحالي. ما بكفي لعبة بعائل ابني وتجوزته. ابني مالي غيره يا جماعة، مالي غيره. ربيته بدموع عيوني، ربيته كان شبر بنذر، كرهته فيني، أخذته عني. روحوا بقى، لك روحوا بقى. لا راتبه عادي جدا جدا. طيب انتبه للسؤال، مين صديقه المقرب لهم الشغل؟ ما له صداقات واضحة، وبنفس الوقت ما له أعداء، دايما بحاله خاصة بعد ما تجوز. بتحسه عايش بعزلة حتى ولو كان معك. حتى لو كان معي، معي أنا؟ لا عفوا، معي أنا. أيوة تأكد. شو عم بمزح معك؟ بعدين ليش عم تسأل؟ حضرتك مخابرات شي؟ شفيع ماس تحري خاص. يعني مخابرات قطاع خاص؟ ام اس تاخي تحري خاص. ليش نحن خلصنا من العام ليلحقنا الخاص؟ ما علينا. خاص يعني لحسابك؟ يعني عندك حدا ضايع صايع مفقود مسروق مخطوف مستعدين نجيب لك اياه. لا ما عندي شيء، واللي بعرفه قلت لك اياه، ولو سمحت هلا فرقنا، عنا شغل بدنا نشتغله. لسه في كم سؤال لازم تجاوب عليهم. بس انا ما عاد عندي ولا جواب غيره. بسيطه ليك هاي. شو ها؟ افتحها وراها. خرج ولم يعد. شو يعني؟ الله يوفقك. شو ها؟ لعب بعيونه وكان خرب بيتنا. أنا عامل لي تحدي خاصة. يخرب بيته وكان روحنا وكان حرقنا. جارتنا بالله جديدي اسكنت فوقكم طابقه. ايه اهلا وسهلا. حظي منيح شفتك. ليش حيل شفتك مني؟ الجيران ما يحكوا عليكي حكي لطيف، شي بشي ولا الشعر. ليش شو عم يحكوا؟ لا هي بدها قاعده وكاسه متي ومصيفه. تعزميني؟ استني لقلك. شو عزمك؟ وين بدي اعزمك انا؟ ما بيهمني شو ما حكوا يحكوا. عجب بتحكي؟ بيهمك تعرفي شو يحكوا عليك؟ لا ما بيهمني. بعدين انت رح تبعدي عني ولا لا؟ شحاره؟ شو هاد؟ تعرفني؟ حقت على الدكاني وطلعت اشتري هدولي، ما طلع معي شيء. شو يعني؟ يعني ابدا تحكي وان شاء الله عمره ما حكيت. انت شو صار معك بشغله؟ فاير طرق المكتب. شحاره. منى عيني بس اعرف وين عم بيروحوا. يعني ما سالت اياه؟ لك انا عم شوفها لحتى اسالها. تخيلي اليوم الصباح حسيت على حركتهم، لكدت لك هيك لعند الباب، فتحت شوي شوي وقربت، طلعت لك ولا لقيت لك ياهن هي وجوزها تت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 
رح اموت على ما اعرف شو بكي. ايه بتعرفي حاسه انه الضغط عم يرتفع براسي. لقيتها مرته قتلته لانه بطل يشتري لها تياب. اكيد حطت ايدها هيك وخنقيته. نظيره ايدك يا نظيره حتخليني. ليش ما عم يشتري لها تياب؟ كل هالتياب اللي عندها ولسه بدك يشتري لها؟ وقنت لك شو انا؟ ليش ما عم تجيب لي تياب؟ ها؟ طولي بالك علي شوي طولي بالك. طبعا عندي بقى تطوروا تعال هوني. لحظه شوي بقمعي لحظه. ابدي لحظه ابدي. افترضي انه جبت لك تياب قد التياب اللي عندها واكثر كمان. بس بلكي صار فيني مثل ما صار مع جوزها. خرجت ولا ما عود. سيارة مو ملك عيري. عيري من الشغل. اي شغل؟ انا اللي عم بسألك. انتو تعرفوا لتميم؟ مين تميم؟ جوزها لسحر ابن ام تميم. ايه انا سمعاني
شو بيشتغل؟ ها ها. فيكن تحددوا قبل 10 أيام وين كنتوا؟ وبدو يكون في شهود أو شي يثبت إنكن كنتوا. خلصنا بقى نظيرة، مشان الله قليلنا شو عم تشتغلوا. قد ما حاولتوا تخفوا جريمتكن ما فيكن. ولي المعلومات كلها صارت عندي. من حقكم تلتزموا الصمت وتوكلوا محامي يدافع عنكم، واي معلومه بتقولوها هلق رح تستخدم ضدكم بالتحقيق. كمشت اول خير. سميره وايمان متورطين بخافوا لتميم، وبتقول نظيره قالت. شو هالحكي؟ بلغ ام اس عنن وخليه يحقق معي ويكتشف جريمتي. يا اسكتي خلص اسكتي، اسكتي خليني اعرف فكر. هل سميره وايمان هل بس ما تكوني خبصتي معهم بالحكي. انا ابخبص ها؟ ابخبص سامع؟ ابخبص. مثلي مثلك. لا مو مثلي مثلك، يمكن احسن شوي. امبارح سمعت من ام تميم شغلي بتوقع تكون كثير منيحه. تذكرت هلق وانا بحكي معك. قد شو صار لك؟ هلا تذكرتيها؟ شو هي احكي لي؟ وهي ما تشتري من الدكاني طلبت سردين. قمعطاها سردين حلو. قالت له لا بحبوا حر. مين اللي بيحبه حر؟ شو بيعرفني؟ بعرف انه غير للسردي. ما في احتمالات انتحار. احتمال السفر 50% واحتمال يكون مخطوف 30% واحتمال يكون متخبي 10%. شفيق ما اتصل؟ لا. وانت شو رأيك؟ انا شو رأيي؟ طبعا موافقة. نعم؟ بس من ايمتى؟ والله فاجأتني. اشتغلي اشتغلي منيح، ماني مكلفك بتحقيقات انت التانية. الحقيقة انا كنت حاسة من زمان، ومشان هيك قلت لها لأمي، وأمي كمان موافقة وقالت ايمتى ما بده يجيب الخواتم، وإذا كان مشان المهر. لا بس خلصنا. ولك اكيد الشغله اللي عم يشتغلوها فيها هبجه ماكنه وبدهم يهبجوها لحالهم، مشان هيك ما عم يحكوا لنا. بس شلون بدنا نتاكد لك؟ شلون؟ شو رايك نستاجر سياره ونلحقهم؟ نلحقهم؟ واو فعلا فكره مو بطاله. يفضح حريشك يا مانو، شو انك عارسين لوبي. بس تعي لاقول لك، يعني ليش لحتى نستاجر تاكسي؟ انا عندي حل وانا بتصرف. ويا اظني يا جميل محلاك من ورا صاحبك انا ركبك. طيب الو مرحبا صهري، كيفك؟ كيف اختي؟ الحمد لله. ممكن احكي معها بسرعه بسرعه بسرعه؟ طيب الو اختك انا ولا ماني اختك؟ اوكي انا محتاجته لفادي طيله نهار الغد ومع السياره. هي لك عندي شغل يهو علينا. اسمعي لقلك تبعتيه وبينام عندي. ايه شو علاقتك بالموضوع انت؟ بدي لك شغله، تحرم علي فوتت بيتك اذا كنتي ما بتبعتيه لفادي هو والسياره. ايه مثل ما بدك فهميها. طيب مع السلامه. جايه ولا مو جايه؟ تسترجي ما تبعته؟ ايه انا هددتها انه تحرم علي فوتت بيتها اذا ما بتبعته. بركي لقيتها فرصه وارتاحت من فوتك لبيتها. طريق كل شيء وتعال على المكتب، في شيء مستعجل. هلا انا بدي شغلك ولا انت بدك تشغلني؟ عم اقول لك تعال. اوه شفيق ولا ساعه، اتصرف مثل ما بدي، هذا اللي بدي اياه. شو طلع معك؟ ما في معلومات. شو بدك فيه؟ لا ترد عليه، تعال تعال يلا. وإذا زعل؟ مو هو بيحب البوزة؟ ناخذ له قبو عين، قبو له وقبو على سكرتيرته. بقدر فوت شوف الثياب بالخزانة مو هيك؟ تقدري عيني ربي. نظيرة عفوا من أم سحر،
انت زرت شي حماتك بعد ما اختفى تميم؟ ما بسترجي، بس بعت اخي وقلعته من على الباب. ها معناتها متزعلين؟ لا لا مو متزعلين، بس هي مزعلتني من لما تجوزنا. ايوه كيف برايك؟ لحظه شفيق، كيف برايك فينا نفوت لعندها؟ ما انا كنت بدي اقول لها هيك. وانا قلت لها كان يقراها ويحبها بتحكي عن البحر، مع انه كان يكره البحر. مو ضروري يكون بيحبه. الو ايوه لحظه شوي شفيق. لك وينك انت؟ ما قلت لك تعال فورا؟ لا لا انا جاي اكيد، بس قبل ما اجي لك عندي خبر بجنن. شوف شوف زيادة ثقتي فيكم. حتى نكون عمليين بننتقل مباشرة للعملية الجديدة. هاي العملية كتير مهمة، إذا قدرنا عليها اعتبروا مكتبنا أخذ كل شيء فيه أوكي بالبلد، ويمكن أمريكا تصير تبعت لنا الشغل هذا غير الأوروبيين. لا لا لا، أنا أمريكا أبتعامل معه، الأوروبيين فكر صغيرة. حسب المهمة، حسب المهمة. شوف، هي كل المعلومات الموجودة بالمكتب حاليا عن المهمة، وأي معلومة جديدة بتحصلوا عليها أثناء البحث بتتصلوا فيي وبتخبروني لحتى دخلها على الكمبيوتر وحللها. بدي اعرف كيف هالكمبيوتر بيطلع ورقه بيحترق لحاله. تمام شو عاملي؟ شو هالصوت؟ شامي شي؟ ريحه حريق. الحقيني الكمبيوتر. شفت؟ هي جزاتك لأنك عم تطنشني. شايفت لك قد ما ضلينا هون ما رح نستفيد شيء. لابد ما نستفيد. أنا شايف لابد ما نستفيد، مو بس شايف، أنا متأكد إنه عم نستفيد.
والمطنوطي هات لشوف تصفيت ما تصفيت وقف لقلع بدك تصفيت والله لموتك والله ما عم يجاوب والعمل ما بعرف شوفي لي رقم الصيانة انا خايف يكون شفيق او نظيرة عاملين في شي شغلة اكيد لك من حاله ذكية ذكية شوفي لي رقم الصيانة وراء السيارة لو سمحت خير في شيء عم اقول لك وراء السيارة نحن زملاء بالشرطة تحري قطع خص عم اقول لك هات وراء السيارة شهادة معك وكالة بالسيارة هاي السيارة عائدة للمكتب السيارة باسم شخص ثاني معك وكالة منه؟ معي مهمة سرية من المكتب صادر الناظر خذوها على الحجز انا والسيارة يلا مو عيب عليك تحكي مع زملائك هيك يا زميل شفيق صادر هو سيارته الو ايوه ليش؟ طيب طيب ماشي شفي ونظيرة والسيارة بالحجز بالحجز؟ ليش شو عاملين؟ شو رأيك نرجع نحكي موضوع الخواتم لبين ما يتصلح الكمبيوتر ويطلع شفيق ونظيرة من الحجز اسمعي من شوي اجوا على بيتهم بدك لا ما رح احكي معها هلا خلص خلص عم قلك بكره بنعرف كل شيء ايه فادي هون عندي دخلت بقى ماشي بكره من الصبح بتكوني جاهزه اوكي ماشي يلا باي تاكل بشار ما بحبه بس يلا بشارك بتعرفي نظيره عم اقول نحن لازم نغير الخطه وانا هيك بقول لازم نقرا المغلف رقم 2 احتمال يكون في معلومات احسن من المغلف رقم 1 وأنا هيك مقول هاتي المغلف لك هاتي وأنا هيك مقول شو عم تقولي؟ لازم نقرأ المغلف الأول هاتي المغلف تفضل هات شو رأيك فيها؟ مكتوب فيها كلام خطير جداً خطير؟ شو يعني شو مكتوب؟ عملك على شو؟ لك على أساس تحبه؟ شو بيعك؟ الشرطي احترم حالك انا اغاثا كريستي قرد شو فيها بس انت بتعرفي مين اغاثا كريستي لكن ابعرفه جاره بتضيعه جاركم بتضيعه وما كنتوا تروحوا سوا على السينما يا ام اس يعني هلا اذا مسكتنا الشرطه نحن مو رجال شو المشكله شو المشكله والله رجال والمغلفات تقدر تقول لي وينهم؟ حرقوا لي فستاني شو بدك ياني اعمل يعني؟ بتقومي بتشقيهم؟ يا ام اس معلش بعد اذنك هي مشكله صغيره ويا ريت نعديها خلي الكمبيوتر يطبع لنا بدلهم الكمبيوتر؟ سلام على الكمبيوتر احترق؟ ها وشو عرفك انه احترق؟ Bye.
نعم. نظيرة وينه؟ لا أنا شفتهم بعيني فاتوا لهذا المكتب، بعدين هي سيارتهم هون. طيب وليش عم ينكروا؟ فادي خالته شو يعني ام اس تحري خاص؟ ليش ما عم تحضري افلام اجنبيه؟ ليش بقى؟ اتركي الباقي علي. نحن مضطرين نرجع ندقق بالمعلومات من اول وجديد. بدكم تقدروا اهميه مركزي وباسرع ما يمكن تسالوا وتغادروا. ماشي ماشي ماشي. خليك دقيق لو سمحت. ابنك عمره 16 سنه، مدمن على المخدرات وهربان، وفي شك انه عم يتعامل مع عصابه. في عندك شيء ثاني حابب تضيفه؟ ما بدي شوشر بسبب مركزي انصرف وما بقى تجي لهون. هاي فهمناها. غيرها. إذا بتلاقوه بتتصلوا فيي وأنا بروح لعندكم. كان جاي عبالي جيب لك رسالة من تبع الكمبيوتر، بس يا خسارة خربان. بس يتصلى رح أجيب لك وحدي أكيد، رح طق طق من الفرح. شو رأيك؟ شو رأيي؟ ولد عمره 16 سنة لسه شواربه ما خطوا ومدمن مخدرات، وين بده يكون هذا؟ وين بده يكون؟ شي تنكت زبالة، أنا بعرف. الحق عمي. هيك ولد، الحق على أهله. ما شفتي أبوه؟ بالزور لحتى أعطانا معلومات. لا، محرج كتير. كأنه خايف على شو؟ على مركزه أكثر ما خايف على ابنه. قلت شفت شحاري علاء. شفيق، أنا بكونه. ولد! شو شفيق؟ أرشد شوي! اختفى خلص اختفى. وسوس انا هو. لك وينه؟ تعينه هون. هذا ولد ما راح نقدر له بالطريق. انا بقدر، اتركني علاء. خلص تعالي. لك كيف يصير قدامنا ونتركه؟ ما بيصير. خلص طالما هو تحركشنا معناتها هو لازم يلحقنا. فكر شوي، تعي معي على السياره. تعالي تعالي. هذا هو ابو السوس. انا هون حاني. والله لا شيء لعيونك. والله نظيرة شفيق. نظيرة خلاص طمشي. بعدين وينك؟ حذاري من اللعب مع صغار. انت ام اس. امشي تعالي خلاص. يا قرد امشي. لك ما انطشوا ولا يهمك. انا بعرف كيف خليهم ينطشوا. يعني شو بدك تعمل؟ انتو شو بدكم يعني اعمل؟ بدنا نرقصهم ترقيص. خلاص انا برقص لكم اياهم اجنبي. يا حياتي يا عمي. لكن طالع لخالته. انزلوا لكم السياره. بالله انا بقول انه هالقرد مستحيل يكون ابنه، وبتقول نظيره قالت. طيب شو عرفه بالقصه؟ وشو اللي جابره يلحقنا اذا ما كان ابنه؟ ما بعرف، بس شو مصلحته لابنه انه يلحقنا؟ قل لي تشوف. بعتقد هيك بده يتسلم. شاب يعني جديد طالع على الدنيا هيك، صحح له وبطران ما بيعرف شو عم يتصرف. اخذ علاك لما كنت بهالعمر. شو عرفك انت بعائلتي لما كنت بهداك العمر؟ المكتوب مبين من عنوانه. لا ما حذرتيها هي. انا لما كنت بعمره كنت اشر الشجر بسناني تاشير، لك كنت مدوخ الضيعه. قيلنا من الحكي علاق، لانه قصتنا مو قصتنا انه انا شايفي بوزو قبل هلق، بس وين؟ ابعرف. نظيره الله يوفقك، لا تخربطين لنا الشغله بافكارك. خلاص تركيني انا افكر. امي سوي لي كاس شاي. امي انا مقول اذا كان بيو خايف يبلغ الشرطه مشان سمعته مركزه، وابدو حدا يعرف انه ابنه هربان وما يتنشفق مخدرات. طيب ليش ما عطانا صورته؟ لا لنا ولا لام اكس. ام اس مو ام اكس. امي سوي شاي. ام عفاريته ابد يساوي شيء. نظيرة قلت لك قومي. نظيرة شوي شوي. خدوها. أمي طلعت وهربت. نزلنا جمال.
7 مرات. ما كنت فهم. إذا بدك ياني بتلاقيني بحديقة تشرين جنب شي شجعة. ولا تنسى تبلغ إم إس تحياتي. لأ وهي ها 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 6. شو قصده بالها ها ها ها؟ شو قصده فيها؟ هيك مكتوبة. بدها تكون ضحكته. ضحكته؟ شي حالي الحكي. مشي حديقة تشرين. عادي نزيرة. هو بده يانا نروح لهنيك لحتى هو يلحقنا مو نحن نلحقه. لك نفس الشيء نفس الشيء. المهم نحن نكبش وفقه. نزيرة الأفضل نستنى لحتى هو يوصل على الحديقة منأمن بعدين منعمل ألو لأم أس ومننهي الموضوع. طفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس الله لأين بدنا نضل عم نلاحقهم؟ بدنا نضل نلاحقهم لحتى نلاقي هداك، ولازم فادي يضل يلعبون على اساس هو ابن هداك. وين بدنا نلاقي بين كل هالبشر يا زكية؟ هلا هن كيف بدنا نلاقوا لي ولك يا هبلة هن في عندهم معلومات من الهس هس ام اس. جبتيها ولا لك؟ ايوه تامنا. ايوه لا خلص انا سجلت كل شيء عندي وكل شيء واضح، بس يا ريت تعد لي من الاول مشان التاكد يعني. تفضل. ايوه لا لا سامعك. كم واحد هن؟ اوكي هلا منروح مباشره، لا تاكل هم. قلت شو يعني بتشويك؟ في معلومات خطيرة جدا. هلا هو ورفقاته مجتمعين بحواكير الصبارة. حواكير الصبارة؟ شو حاري علاقة؟ الله يعيني على هالام اس. طيب طيب شري. احنا عندنا خبرة بالمخابرات كتير واسعة. كمشنا عصابات تزوير مصاري وعصابات مخدرات. حتى بالبناية والحرم نعرف كل شيء عم بيصير. ومين قالكم انه نحنا بدنا موظفين؟ على فكرة نحن عنا باع طويل بهالشغلات هي، خبرتنا بالمخابرات هي اللي وصلتنا لهون. مزبوط. خد مثلا شفيق ونظيرة والمهمة اللي عم بيتابعوها، نحن بنعرف كل شيء. بعتقد إذا أعطيتنا المعلومات اللي عندك مع المعلومات اللي عنا أكيد أكيد رح أجيب لك الولد المدمن على المخدرات بسرعة. تفضل. هاي معلومات عنكم، خذوا قروها. سميرة وإيمان حشريين واحتمال يلحقونا إذا أجوا بغيابنا. قلعوهم توقيع نظيرة. تحري خاص، انت قيد الاعتقال. وزيرة. نعم. قليل حقوقه. بإمكانك تلتزم الصمت وتوكل محامي. أي كلمة بتحكيها هلق ممكن تستخدم ضدك بالتحقيق. وين إياد ولا؟ من إياد؟ من إياد؟ رفيقك. أنا ما بعرف عنه شو بدي وكل محامي. محامي؟ قال محامي قال. أي غلط. اعترف ولا اعترف. اعترف لك. اعترف يا شوف. مين بدي اعترف؟ مين اياد وينه؟ انا ما بعرف حدا اسمه اياد. قوم قوم اعترف. خلاص خلاص انا ما عاد بدي محامي بعترف. انا حشريه؟ اي بسيطه يا نظيره، اذا ما حشرتك بموضوع ما تعرفي تخلصي منه ما بكون انا سميره. اذا انت قالت عنا
انك حشريه نص مصيبه، اما انا من وين لوين لتقول عني حشريه؟ لك اسكتي مشان الله، اصلا افكارك هي اللي وصلتنا لهون وهي اللي خلتنا نشرشع ونتبادل. ورغم هالشيء ما دام هيك ما رح اتركها هي والام اس تبعها. خذيت العين عنك وعن افكارك ايمان؟ ليكون لسه في عندك افكارها؟ ايه انا رح اسس مكتب تحرير لحسابي وسميه او اكس. والمخطوفين والهربانين، شعارنا الأمانة والسرعة، ومستعدين نتعاون معك ونجيب لك ابنك الهربان. بالضبط. مين بعتكم لعندي؟ لا، هي مو حلوة منك بنوب، نحن اجينا لوحدنا. مين قالكم ابني هربان؟ سوري منك، قلت لك انه هي شغلتنا. تعطوني معلومات عنكم وانا بتصل فيكم. لا لا لا، ما في مكتب تحري بالمنطقة غيرنا، وراح نتأكد من التفاصيل اللي أعطيتها ونشوف شو بدهم. حاضر حاضر، بودك ما بقى تشوفهم. نعم نعم أكيد، بدون شو شرح. طلبيني شفيق بالبيجة، هدول النسوان اللي كانوا هون. لا لا أبدا، الوضع كتير مطمئن. نعم، نحن عم نتابع الهدف بكل تفاصيله. نحن مسكنا أول الخيط. الخيط، الخيط مو الحيط. ايوه، والخيط ما في ولا زردة والكركر. هلا شي كر. مين؟ مين الكر هذا؟ او اكس. عرفته؟ لا لا، انا بحل الموضوع، اطمن، انا بحل الموضوع. بدك تجي لهون؟ انا بمكان الهدف. طيب سجل عندك العنوان. لا لا اكيد بدي اتصل. الو، وين انتو؟ شو بتقولي؟ خبرني بس، قلي شو صار معك؟ تركتهم عم يراقبوا البنايه، يمكن راح يكمشوا. لمين؟ لايات شب اللي عم يدوروا عليه. برهي عليك، شفت شلون؟ ما بقى الا نستناه لحتى يتصل ونكمل المهمه. الو، والله لا شيل عيونك انت وياها، عامله او اكس انت والعقرب الثانيه. ما والله لا عمل عيون، كان اكس مو او اكس. ما تشوفي شو قلتي لك؟ شو قلتي؟ هلا برجع لك. شو؟ ما رح يتصل. ليش؟ هاي نظيره قاعده تخلي عيونك كثير اكس مو او اكس. عيوني انا؟ لكن انا حالته. انت قلت لي عرفت العنوان؟ عرفته. مشي معي، وانت كمان قومي لقلي لورجيك الشغل شلون بده يصير. يلا استني شوي لك، امشي يلا. سيدي في رجال ومعه وحده ست عم يراقبوا الوكر. لا لا لا، نحن بعاد مو شايفيننا. حاضر سيدي حاضر. ليكو ذنك النا، وهي هي البناية. لك حياتي. يلا حبيبي انزل واعمل مثل ما قلت لك، بس اوعك اوعك هيطلعوا احسن منك واشطر منك. لك ما فشروا، لك انا ابو اللعب. ولك حياتي انت، لك طالع لخالته ما قلت لك؟ قلتي لي عليه العواد. اسكتي وبلا غلاطه، يلا تقبرني انزل. يلا لا لا، اترك لنا المفاتيح احتياط.
سيدي، في حركة من أشخاص جدد قدام الوكر، تنتين نسوان وشاب. حاضر سيدي. اتوزعوا أنتوا بكل الاتجاهات ولا تمسكوهن لا أفهم شو النتيجة. يلا حاضر سيدي. لك وينه؟ بالله هذا هو؟ معناته مرتبطين مع بعض. مصيرة رجولة بالعائل، خليك رجال. ها لا عيونك رح كون رجال. بدك تلعبني مع هيك؟ وين انت؟ مين انتو لك؟ وين شايفتك ولا انا؟ مو انا. وين شايفتك؟ لك مو انا. مشي. ما حدا يتحرك من مكانه، خليكن عم تراقبوا. خليكم عم تراقبوا الوكر والنسوان. واو شو جابوا هاد؟ بتعرفي احسن شيء نقول له شفيق ونظيرة تركوا المهمة وهربوا ونحن جايين نساعد، بقوم بيعطينا الغلة لقلنا وبشغلنا معه. لك ايه؟ لك لا. طيب ومكتب الاو اكس؟ ما رح نقدر نكمل المهمة لحالنا، احتمال يطلعوا اللي جوا كتار. ايه معك حق. انتو شو جابكم لهون؟ قلنا لك شغلنا ماضي. هاي نظيرة وشفيق أخذوا الواحد اللي ما بدك يا واللي بدك يا ليكو جوا، يعني إياد. وشو عرفكم أنه جوا؟ منعرف، قلنا لك عنا خبرة بالمخابرات، بس أنت اخترت الناس الغلط. أنتو متأكدين أنه أخذوا واحد بالغلط؟ طبعا متأكدين، وعنا إثبات بهالشي إذا بدك منواجههم فيه. ماشي الحال، خليكن هون وبعدين منشوف. شو خليكن هون؟ هاي المهمة إلنا، يا منشتغل سوا يا كل مين إله طريقة حرفية. شو يعني؟ يعني حبك نشتغل سوا، حبك ما حبك أنا عندي مكتبي المستقل وبدي سميه أو إكس. هاي المهمة إلي أنا، رجع على مكتبك. قربوا عليهم أكتر ولا تخلوا حدا يغيب عن عيونكن. ها مين قالكن انه هاد ابني لحتى تفوتوا بالطريقه؟ مجانين انتو؟ انا ابن اختها لسميره. شو قلت؟ طلع لبرا، انا الحق علي اللي وكلت القضيه لمكتب تعبان، اعتبروا التوكيل التغى. يلا انا ام اس زميلكم تحري خاص. اطلع على السياره. اطلع باي على السياره. اطلعي على السيارة، يلا خدوها على السيارة الثانية. يبعت لك حمى يا او اكس. بالله هذا يستاهل، بالله هذا يستاهل حيجة تبكي عين ربي، بالله تعطي لي قلبك. خلاص بكفي، عيب خلاص. ام اس شخصية سيكرت مثله ما بيهمه، انا متأكد انه ما بيطول رح يطلع ببساطة. سنتين زمان وبيطلع، بيقولوا له مرة تانية ما بتجي لعنا هيك بدون تهمة واضحة. عيب حدا يجي لعنا وهو بريء. ام اس ام اس بكسب الغطاس ومضل سنتين مع انه بريء. الحمد لله على السلامة، انا امي كتير انشغل بالنا عليك، فكرت بموضوع الخوادم وانت بالحب. لك بس
شو طلع معك؟ لك يطلع بلعك وعيونك. وعيونك ان شاء الله. يا حبيبي يا حبيبي، كملت كملت على التمام. الكمبيوتر وخربته، الشرطة وحجزتكن، المغلفات وشقيتوها، رحتوا على المهمة وما خبرتوني وين رايحين، أخذتوا الصبي وما كلفتوا نفسكن بأي اتصال، وفوق هالشي تقبض علي الشرطة؟ طلع مو ابنه يا حبيبي. خبرتني خبرتني جارتكن أوكس خاله، التغى التوكيل. يعني خسرنا القضية. انتو بتعرفوا مين هذا الشخص وشو المجالات اللي كان ممكن يحقق لي اياها بالمكتب؟ ان شاء الله نصدق انه هذا مكتب. كمان مو عاجبك المكتب؟ والله لاخرب بيوتكن. والله مصيرة. والله لا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحيى لهله يا يلدي، يحيى لهله يحيى لهله. تطير وتشيل السير من البير، بدها تعلى بدها تطير وتشيل السير من البير، يحيى للهلا يحيى للي، يحيى للهلا يحيى للي، يولا لا لا يولا لا يا لولا لا لا يولا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 خمير ولا له فطير، كسب القمح ونسي الشعير، لا له خمير ولا له فطير، كسب القمح ونسي الشعير، يحيى لهله يحيى للي، يحيى لهله يحيى للي، يحيى لهله يحيى للي.